بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، تكلمنا في الدرس السابق والذي قبله عن علو الهمة وعن ما يحتاجه المسلم وخاصة في هذا الشهر الكريم من حث النفس على الطاعة وعلى العبادة. المسلم في بداية الشهر ربما يكون عنده من الحماس لاستغلال الوقت، ولكن ما يلبث إلا ويأتي عليه الشيطان فيأتيه بالتسويف، ويأتيه أيضا بتضيع الأوقات وإشغاله بالفاضل على المفضول، وهذا هو حال الشيطان. ولذلك أيضا ذكر أهل العلم أن المسلم يحتاج إلى نوافل العبادات، يحتاج إلى نوافل العبادات مع الفرائض. لماذا؟ قالوا أهل العلم بأن هذه النوافل كالحصن للفرائض، فذكروا أمثلة على ذلك ما يتعلق بهذه النوافل وهذه العبادات. فقالوا أول ما يفرض على العبد هو ما فرضه الله عليه، إذا مثلنا بذلك بالصلاة، الصلاة فرض، ثم تأتي بعدها النوافل وهي سنن الرواتب، إذا صلاها العبد فإنها تكون حماية له في المحافظة على الصلاة المفروضة، ثم يأتي بعد ذلك أيضا النوافل الأخرى مثل صلاة الضحى، مثل صلاة الليل، مثل الصلاة بين الأذان والإقامة، كل هذه نوافل أيضا تحمي السنن الرواتب بحيث لا يفرط فيها العبد، وهكذا. لكن إذا جاء الشيطان للعبد يأتيه من ماذا؟ يأتيه من أولا نوافل العبادات، لا يأتيه بالفرض، لا يأتيه مباشرة بالفرض وهو يعمل هذه الأعمال وهذه النوافل. فأول ما يبدأ الشيطان به يقول لماذا تصلي الليل؟ إذا كان يقوم من الليل يأتيه الشيطان يقول أو يسوف عليه اليوم أنت متعب وهذه نافلة وأحتاج إلى الراحة، ثم ينام ويترك صلاة الليل. فأول ما يأتيه الشيطان أولا بهذه العبادة، ثم يأتيه أيضا بالعبادات الأخرى بصلاة الضحى، فيقول أنت الآن مشغول وفي شغل، ثم يبدأ بقضية التسويف في هذه العبادة فيترك هذه العبادة. ثم يأتيه الشيطان بعد ذلك أيضا في ترك السنن الرواتب، ثم يصل إلى ما افترضه الله عليه وهي العبادة العظيمة وهي الصلاة، ثم يقول له إن إذا كان يذهب إلى الصلاة مبكرا فيقول هناك وقت، إذا أذن المؤذن يقول ننتظر قليلا نصبر، ثم يذهب ببطء ويتوضأ، ثم يأتي إلى الصلاة وقد أقيمت الصلاة، وكان سابقا يأتي مع الأذان، فهكذا الشيطان يسوف له. ثم بعد ذلك تجد الشيطان يسوف له أكثر وأكثر، فيؤذن المؤذن وينتظر يقول حتى تقام الصلاة، فينتظر حتى تقام الصلاة، ثم يقوم يتوضأ ويذهب إلى الصلاة وقد فاتته ركعة أو أكثر، ثم يأتيه الشيطان ثم يقول صلي في بيتك، ثم بعد ذلك يأتيه ويطلب منه أن يترك الصلاة، نسأل الله العافية. فهذه مداخل الشيطان على العباد وعلى الصالحين. ولذلك أيضا نجد أن كثيرا من الناس إذا دخل رمضان يكون في شوق إلى هذا الشهر وإلى العبادة فيه، فتجده في أول يوم تجد عنده الهمة العالية ويريد أن يؤدي هذه العبادة وهي الصوم،
ويستغل نهار رمضان بقراءة القرآن واستغلال الوقت، فتجده في اليوم الأول قرأ جزء أو أكثر أو ثلاثة أجزاء أو خمسة في أول يوم، ثم يأتي اليوم الذي بعده ثم تقل هذه القراءة، وهكذا. وهذا هو تسويف الشيطان. ولذلك المؤمن يحتاج إلى التذكير. الله سبحانه وتعالى يقول: فذكر فإن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين. فهذه صفة لك، يعني ممكن الإنسان يغفل وتأتيه الغفلة، وأنت مؤمن وصالح وتريد العبادة ولكن تأتيك الغفلة، ولذلك يحتاج المؤمن إلى التذكير، ونحتاج جميعنا إلى التذكير. يذكر بعضنا بعضا، أيضا يحث بعضنا بعضا ويساعد بعضنا بعضا على هذه العبادة. ولذلك جاءت الوصية من الله سبحانه وتعالى لمن؟ جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام بأن ينتقي الصحبة الصالحة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة. ومع ذلك وجهه الله سبحانه وتعالى بأن يلتزم الصحبة الصالحة. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هذه وصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ووصية لنا أيضا بأن نستغل الأوقات، وأيضا نختار الصحبة الصالحة التي تعيننا على العبادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدارس القرآن مع جبريل كل ليلة، وهذا يدل على اختيار أيضا الصحبة ممن يساعده على قراءة القرآن وتلاوة القرآن ومراجعة القرآن. فهذا لا شك أنه أيضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. فتبحث عن شخص حافظ لكتاب الله أو متقن لقراءة القرآن فتدارس القرآن معه، وخاصة في هذا الشهر، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان في آخر حياته وفي آخر رمضان صامه عليه الصلاة والسلام كان يدارس القرآن جبريل أكثر من مرة في اليوم. وهذا لا شك أن المسلم يزداد في عبادته كلما مضى هذا الشهر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان هديه خلاف ما يكون عليه كثير من الناس، فتجده في أول الشهر مجتهدا في العبادة، لكنه في آخر الشهر تجده يفرط في كثير من العبادات. لكن حال النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه مع نهاية هذا الشهر، كلما تقدم هذا الشهر حث أصحابه على العبادة وعلى الهمة العالية لاستغلال هذا الشهر الكريم. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان في آخر الشهر يعتكف في المسجد، والاعتكاف هو الخلوة مع الله سبحانه وتعالى في المسجد، بحيث أن يتفرغ للعبادة لا أن ينشغل بمشاغل الدنيا. للأسف الشديد أن هناك من ينشغل في عبادته وخاصة في الاعتكاف ينشغل بالاتصالات وأيضا بمشاهدة المقاطع التي ترسل عن طريق الجوال. ولذلك نقول أن كمال الاعتكاف بأن ينعزل حتى عن الجوال، ولا يستخدم الجوال إلا في الحاجة الملحة المهمة إذا كان يريد اعتكافا كهدي النبي عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد نحن حتى الآن ونحن ننتظر الصلاة بعد الأذان، للأسف الشديد أن أناساً يشغلوننا بأصوات المقاطع، فتجدهم ما بين الأذان وما بين الإقامة تجده ينشغل بجواله، ولا يكتفي أنه ينشغل هو نفسه، بل إنه يؤذي غيره بهذه المقاطع وبهذه الأصوات. فجر هذا اليوم كان يجلس بجواري شخص، والله أقيمت الصلاة والإمام كبر وهو جالس ينظر إلى المقاطع، نسأل الله له الهداية. وفاتنا أن ننبهه عن ذلك، وهذا لا شك أنه
خطر عظيم إذا وقع به المسلم بأن ينشغل بهذه الوسائل عن أهم عبادة وهي الصلاة، وخاصة الصلاة المفروضة. كل ذلك جاء بسبب تسويف الشيطان للعباد وتزيين هذه الأمور. ولذلك أيها الإخوة، عندما يقع الشخص في المعصية لا تتوقع أنه يقع مباشرة، لكن إذا وقع فيها فاعلم أنه وقع فيها بالتدرج. فالشيطان يسوف للعبد مثل هذه الأشياء. أنا أجزم يقينا أن أول ما خرجت هذه المقاطع للناس، فإن كثيرا من الناس يستحي أن يقوم بتشغيل هذه المقاطع في المسجد، وربما كان هذا الحياء من الناس، وربما كان حياء من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فتجده يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، يفعل هذه المعصية ولا يستحي، وهو في بيت من بيوت الله، وهو في أشرف مكان وهو في المسجد الحرام. تجده ينظر حتى إلى مقاطع محرمة وهو في بيت الله، نسأل الله السلامة والعافية. ووالله رأينا أناس ونحن في طريقنا ونحن في المسجد، وهو يقوم بالبحث عن مقاطع، وللأسف تخرج مقاطع مشينة وهو في بيت من بيوت الله. ألم يستحي من الله؟ ألم يستحي وهو في بيت من بيوت الله؟ ابن عباس ترك مكة وذهب إلى الطائف، كل ذلك بسبب أنه لما سمع قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فقال إن المعصية، هنا في الحرم يقول أن المعصية مضاعفة، وأن الإنسان يحاسب ما في نفسه إذا ظن سوء أو أراد عمل سوء، فاستشهد بهذه الآية بأنه يحاسب ويأثم على التفكير حتى بالمعصية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يرد الإرادة هنا هي النية، نذقه من عذاب أليم. فما كان منه إلا أن ذهب إلى الطائف رضي الله عنه، كل ذلك خوفا أن تحدثه نفسه بالمعصية فيأثم على ذلك. فكيف بأولئك الذين يحملون هذه المقاطع؟ بل أشد من ذلك، تجد أن بعضهم والله سمعناهم للأسف، وفي هذا البيت، في بيت من بيوت الله وفي حرم الله، يتكلمون بكلام بذيء ويسب بعضهم بعضا ويتكلمون بأقذر الألفاظ. فهل هذا راعى حرمة هذا البيت وهذا المكان؟ فليتق الله المسلم في مثل هذه الأفعال ومثل هذه الأعمال. أنت أتيت إلى هذا المكان ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ولا ترجو ما عند الناس. أيضا أولئك الذين يقومون بتصوير أنفسهم أيضا في مقاطع، وهو يصلي وهو يدعو الله وهو يطوف بالبيت، وأيضا يتكلم أيضا مع أهله في بلده، كل ذلك يفسد هذه العبادة ويقلل من أجرها. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر ولهذه المسائل الحادثة التي نزلت بنا. كان في بداية الجوال، كنا سابقا أول ما خرج الجوال كان هناك نغمات، وكنا نستنكر هذه النغمات في المسجد لأنها كانت في أول خروج الجوال، وكنا نقول أنه في المستقبل أن الناس لن يدخلوا بهذا الجوال أو بهذه الأصوات في المساجد. فما كان إلا أن وضع أناس نغمات لجوالاتهم فيها الأغاني وفيها الموسيقى وفيها الأمور المحرمة وأيضا عبارات غير لائقة، فتجده إذا اتصل عليه أحد تجد هذه النغمات، وللأسف الشديد أنه يشغل المصلين ويفتن المصلين في صلاتهم. ولذلك على المسلم أن يحذر من تلك الأفعال المتعدية. هناك معصية خاصة
وهناك معصية متعدية تتعدى على الآخرين. المعصية الخاصة فإنك تأثم عليها إذا لم تظهر أو تظهر هذه المعصية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهر هو الذي يحاسب، ولكن كل أمة محمد ربما يحصل منه معصية، ولكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يفعل المعصية ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على هذه المعصية فيتوب إلى الله. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا، يبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا لمن حصل له هذه المعصية، وهي المعصية الخاصة. ولكن الأشد والأهم والأخطر هي المعصية المتعدية، عندما تشغل هذا المقطع ويخرج هذا الصوت ثم يتأذى منه المصلون، فلا شك أن ويتأذى منه من يصلي بجوارك ومن يسمع هذه الأصوات، فإنك آثم، وأيضا تحمل وزر كل من تأذى من هذه العبادة وفسدت عبادته. بعض الناس إذا سمع هذه الأصوات لا يعي ولا يفقه في صلاته، فتجده ينشغل معك وفي هذا المقطع، فأنت لا شك آثم بذلك. ولذلك عليك أن تحذر من الأذى المتعدي. كذلك رفع الصوت، رفع الأصوات وأذى الناس، والناس أيضا تكون في عباداتهم، وتجد أن بعض الناس في المسجد يجتمعون بعد الصلوات ويشربون ويأكلون، وللأسف يصل إلى أنهم يتفكهون ويضحكون ويرفعون أصواتهم بالصوت العالي، وهذا لا شك أنه أيضا فيه أذى للناس. البعض الناس يتوسع أيضا في هذه المجالس التي تكون في بيت الله، يتوسعون في هذه المجالس فيضحكون ويتسامرون، وربما وصل بهم الحديث إلى أمور غير لائقة. ولذلك يجب أن يراعي المسلم حرمة هذا المكان وهذا البيت. أنت أتيت إلى عبادة عظيمة، مجرد جلوسك في هذا المسجد عبادة، جلوس فقط هذه عبادة، فكيف إذا كنت تتلو القرآن وأيضا تذكر الله سبحانه وتعالى، أو تصلي من الصلاة ما شئت أيضا في غير أوقات النهي؟ كل هذه عبادات عظيمة، وهذا هو ما شرع له المسجد. المسجد لم يشرع لهذه التجمعات، ولهذه التجمعات أقصد التي يكون فيها مخالفة، ولكن لا حرج لو أنه اجتمع أناس وتذاكروا فيما بينهم، وأيضا كان هذا الحديث من الأحاديث المباحة، فنقول لا حرج في ذلك، ولكنه ترك الأفضل والأولى وهو الانشغال في العبادة. بالأمس تكلمنا عن ما يتعلق بالهمة، وذكرنا ما جاءت به الآيات الدالة على أن المسلم عليه أن يحرص كل الحرص على استغلال وقته، وخاصة في هذا الشهر الكريم. ولذلك أيضا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله يحب معالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور. وذكرنا بالأمس أن الله إذا أحبك فقد وصلت إلى منزلة عظيمة، وأي منزلة هذه؟ يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم يأتي الشاهد فيما أريد أن أقوله، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته اسمعوا، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي فضل أكبر من ذلك؟ إذا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل حتى يحبك، بل إنك إذا سمعت حديثا
فيه أن الله يحب هذا الشيء فعليك أن تتمسك به وعض على ذلك بنواجذك ولا تفرط بمثل هذه الأعمال والأفعال. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفاسفها. أيضا عليك أن تبتعد وتحذر مما يكرهه الله، فعليك أيضا كما حافظت على ما يحب الله وعملت به فعليك أن أيضا تبتعد وتجتنب ما يكره الله سبحانه وتعالى. ثم جاء أيضا في الحديث: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق. إذن عود نفسك أيضا أن تكون أخلاقك عالية. بعض الناس يقول: أنا تعودت لساني هكذا طريقتي، أنا لا أستطيع أن أغير طبعي. نقول: لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد كفرا وأشد أيضا كانوا في الجاهلية، بل كانوا يئدون البنات، يئدون من يأتيه البنت، يئد البنت إلى درجة القسوة في قلبه، ومع ذلك لما دخلوا في الإسلام هذب أخلاقهم، بل إنهم إذا سمعوا الآية بكوا وتأثروا. انظر إلى حالهم ما بين ذاك الحال وهذا الحال الذي حصل لهم بعد أن دخل الإيمان ووقر في قلوبهم. ولذلك عليك أن ترفع من درجة الإيمان حتى ترتفع أيضا درجة الأخلاق. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالمسلم يستطيع أن يغير من طبعه. لا تقول: هذا طبعي، أنا لا أستطيع أن أغير من طبعي، بل تستطيع، فأنت قادر على أن تغير من طباعك المشينة وتغيرها إلى الأخلاق الحسنة. تعود لسانك على العبارات الطيبة. إذا ناديت شخصا عود نفسك بالعبارات الطيبة. بعض الناس هداهم الله حتى مع والديه لا يحسن العبارة، فبعض الناس إذا جاء يخاطب والديه يقول: يا الشايب، ينادي والده بالشايب. وبعض الناس يقول هذه عبارة طيبة ويضحك، وهو لا يعلم أن هذا من العقوق ولو كانت عادة في قبيلتك، فإنها عادة مشينة. فلا يسمى الوالد إلا بماذا؟ بأفضل وأحسن العبارات. ولذلك عليك أن تنتقي العبارة التي انتقاها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته من بعده، فتناديه بيا أبي وبأحسن الألفاظ. أما أن تنادي والدك بيا الشايب أو جئنا من الشايب، رحنا من الشايب، لا شك أن هذا أمر معيب ولو استحسنه البعض، فإن مثل هذه العبارات غير لائقة بأن ينادى. أنا أقصد بذلك أنك حتى في أخلاقك مع والديك وكذلك مع أيضا أسرتك، مع زوجك، مع ولدك، عليك أن تتعامل معهم بأحسن الألفاظ وبأحسن الأخلاق. وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينادي حتى زوجته عائشة بألفاظ: يا حميراء، يا عائشة، كان يدللها عليه الصلاة والسلام. فهل كان هذا عيبا فيه عليه الصلاة والسلام؟ بل إنه من الرفعة، وهذا ما أرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام في معاملتنا مع أهلنا. وأيضا على الولد أن يتنبه أيضا في أخلاقه مع والده، فكثير من الناس لا يحسن المعاملة مع والده، فيأتي إلى مجلسه لا يقبله ولا يسلم عليه، وإذا جلس جلس جلسة غير لائقة أمام والديه. هذا ليس من الاحترام. كان بعض السلف إذا أكل مع والديه ينظر إلى اللقمة التي يرفعها والده ولا يريد أن يسبقه في اللقمة، فينتظر ربما والده يريد هذا الشيء فلا يسبقه في ذلك. أين هذا من أولئك الذين لا يراعون لا أخلاقا ولا أدبا مع أهلهم؟ ثم بعضهم عندما تقول له مثل ذلك يقول: أنا أعد والدي مثل صديقي. نقول: لا، لا يصلح. إذا كنت تعامل صديقك بهذه المعاملة السيئة لا نرضى ذلك. بل إن الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، واخفض جناحك من الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بل ولو كان غير مسلمين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال وصاحبهما في الدنيا معروفة معروف. ولذلك على المسلم أن يحرص ويعتني خاصة في تعامله مع والديه. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله، فيجب أن تكون المعاملة حسنة، الأخلاق رفيعة، يكون الإنسان عنده مكارم الأخلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى جواد، يحب الجود، يحب الكرم، ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. وإن الله كريم، يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يتعوذ من الكسل والعجز. لماذا؟ لأن العجز والكسل يسوف على الناس، وأيضا يضعف همتهم في تلقي معالي الأمور. إذا أراد أن يعود نفسه على الأخلاق فيقول لا اليوم أنا ما راح أقول، اليوم خلى إجازة، اليوم بصلي آخر الليل، يقول لا اليوم أنا بأخفف عن نفسي أبغى أرتاح، وهكذا. وكل هذه من تسويف الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه قلنا يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. أيضا صاحب الهمة العالية، وهو ما ننبه عليه أيضا، أن المسلم إذا سأل الله فليسأله أيضا أمرا يحتاجه في حياته وكرم من الله سبحانه وتعالى يعطيه لهذا العبد فيفوز في الدنيا وفي الآخرة. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنه يسأل ربه، يسأل الكريم، يسأل المعطي، يسأل الرازق. يقول إذا سأل أحدكم فليكثر من الدعاء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوق الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فإذا سألت فاسأل الله الفردوس لتكن همتك عالية. أيضا كان نبينا عليه الصلاة والسلام صاحب الهمة العالية وهو القدوة. تقول عائشة رضي الله عنها إنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتسأله عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. انظروا إلى هذا العمل الذي يعمله النبي عليه الصلاة والسلام من قيامه لليل حتى تتفطر قدمه. فهذه هي الهمة العالية على المسلم، أن يحرص على مثل هذه العبادات. أيضا جاء ربيعة بن كعب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت أبيت معه عليه الصلاة والسلام، وكان يبيت معه، فإذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ جاء بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في يوم أتيت بوضوئه وحاجته، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام من ربيعة أراد أن يكرمه وأن يعطيه، فقال لربيعة بعد أن جاء بالوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام قال سل أطلب ما تشاء. ماذا طلب ربيعة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل طلب مالا؟ هل طلب ناقة؟ هل طلب شيء من أمور الدنيا؟ لكنها الهمة العالية. ماذا قال؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. انظروا إلى الهمة العالية، قال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ تحتاج شيء غير ذلك؟ في شيء غيره؟
قال هو ذاك يا رسول الله، لا أريد إلا مرافقتك في الجنة. فأي فضل يحصل عليه المرء أن يكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ فهذا الصحابي عنده الهمة العالية، فيعرف هذه المزية العظيمة. فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام سل، سأل هذا الفضل العظيم وهو مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. ماذا يعني كثرة السجود؟ أي كثرة الصلاة وكثرة العبادة. فالمسلم إذا أكثر من الصلاة لا شك أن هذا فيه دلالة على أنه أيضا فيه ما يدل على حصول مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ولذلك قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. فعلى المسلم أن يكثر من السجود، وأيضا يكثر أيضا في سجوده من الدعاء بأن يرافق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه عبارة وتعجبوا منها، وهي ناتجة عن القصة عندما قال لهم أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل. هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى أعرابيا في الصحراء، فلما جاء إلى هذا الأعرابي، هذا الأعرابي أكرم النبي عليه الصلاة والسلام إكراما تقديرا له عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جئت للمدينة ائتنا. فلما جاء هذا العربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إليه، قال عليه الصلاة والسلام لهذا العربي سل حاجتك، ماذا تطلب؟ فقال هذا العربي قال ناقة نركبها وأعنز يحلبها أهلي. هذا ما أراد، هذا ما نظر إليه هذا الرجل. طبعا فرق بينه وبين ربيعة، ربيعة طلب ماذا؟ قال مرافقتك في الجنة. أما هذا الأعرابي فطلب من النبي هذه الأشياء. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ لما سمع هذا الأعرابي يقول أريد ناقة وأريد أعنز من أجل أن يحلبها أهلي، قال أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام الخبر. قال إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال لهم ما هذا؟ كيف ضللنا الطريق؟ يقول لهم موسى، فقال علماؤهم علماء بني إسرائيل إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. فقال موسى عليه السلام فمن يعلم موضع قبر موسى؟ فقالوا له عجوز من بني إسرائيل هي التي تعرف المكان الذي قبر فيه يوسف. فبعث إليها موسى عليه السلام فأتته، فقال لها موسى دليني على قبر يوسف. قالت حتى تعطيني حكمي، أي تعطيني طلبي. قالت لن أخبرك عن مكان أو قبر يوسف حتى تعطيني ما أريد. قال وما حكمك، أي ما تريدين، ماذا تريدين؟ انظروا إلى طلب هذه العجوز. قالت أكون معك في الجنة. الله أكبر، انظروا إلى طلب هذه العجوز، لم تطلب شيئا من أمور الدنيا ولكن قالت أكون معك في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام فكره موسى أن يعطيها ذلك. في البداية كره موسى أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها، أي طلبها، أي ما طلبت. فلبى طلبها
موسى عليه السلام بوحي من الله سبحانه وتعالى. فلما أعطاها طلبها انطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، فقالت انضبوا هذا الماء، فانضبوه، فقالت احتفروا، فاحتفروا، فاستخرجوا عظام يوسف، فلما أقلوها إلى الأرض وإذا الطريق مثل ضوء النهار، فعرفوا الطريق بعد ذلك كما كانت من وصية يوسف عليه السلام. لكن الشاهد من هذه القصة هو هذا الطلب من هذا العجوز، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه على الهمة العالية وعلى الطلب العالي. وهذا هو المطلوب من المسلم عندما يسأل ربه، يسأل الله الفردوس الأعلى، فهي أعلى الجنة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ربيعة عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، فهذا لا شك أنه من علو الهمة. كم مضى من الوقت؟ الأسئلة؟ لعلنا نذكر أيضا من الهمة العالية هذا الحديث ثم أيضا نبدأ بالأسئلة. أبو بكر رضي الله عنه كان من أكثر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مسابقة في الخيرات، وكما تعرفون الحديث عندما حث النبي عليه الصلاة والسلام صحابته بأن يتصدقوا عندما جاء فقراء إليه عليه الصلاة والسلام، فحث أصحابه على الصدقة. فقال عمر رضي الله عنه والله لن يسبقني أبو بكر اليوم في الصدقة، فأحضر نصف ماله، فأحضر نصف مال المال الذي عنده، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوضعه بين يدي النبي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أبقيت؟ قال أبقيت نصف مالي. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وعند انتظار عمر عند النبي عليه الصلاة والسلام حضر أبو بكر رضي الله عنه وأحضر كل ما يملك، وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ماذا أبقيت يا أبا بكر؟ قال أحضرت جميع مالي. قال وماذا أبقيت؟ قال أبقيت الله ورسوله، أي ما يرجو ما عند الله وما عند الرسول. فلما رأى ذلك عمر قال والله لا أسبق أبا بكر بعد ذلك، بعد هذا الموقف. فكان أبو بكر يسابق إلى الخيرات. لكن من المواقف التي تدل على علوة همة هذا الصحابي رضي الله عنه أنه في يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه، فقال لهم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال عليه الصلاة والسلام فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. إذن كان أبو بكر رضي الله عنه يسابق ويسارع في أعمال الخير. ولذلك أيضا ذكر أهل العلم أن من حرص وبذل الجهد في تحقيق هذه الأمور الأربع فإنه أيضا يحصل على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وأيضا هناك أيضا بعض المواقف من الصحابة رضي الله عنهم وأيضا من السلف ما تدل على علو الهمة، ولعلنا نرجئها إن شاء الله في درس قادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.